السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتكلم اليوم عن محاكاة ويندوز داخل لينكس. بس قبل ما أتكلم عن المحاكاة، ممكن في شخص ما يدري وش المحاكاة. هذه محاكاة. راح يكون عندك الويندوز إكس بي مثلاً، أو ويندوز فيستا، أو ويندوز 7، أو ويندوز 0، كيفك. هذا هو. ممكن تكبر الشاشة طبعاً. نعم ممكن. يصير ويندوز بالشكل هذا. وش الفائدة؟ اوكي انا اقول لك وش الفائدة. في بعض الناس يصير عنده مشاكل بتركيب نظامين، انه يقول انا مثلا عندي هارد ديسك مثلا مقسم قسمين، فانا ابي احط ملفاتي ومدري ايش، ابي اركب ويندوز دعم على لينكس، ابي استخدم نظامين. ليش تسوي السالفة هذه كلها يا اخي؟ ركب لينكس مستقل، اترك الحال لينكس. وش بعد؟ بعد ما تركب لينكس مستقل، دخل ويندوز من داخل لينكس، بحيث انك لو احتاجته ترجع له. كل عليك تسوي انك تفتحه. الطريقة بسيطة، والفائدة المهمة بالموضوع انه يكون نظامك مستقر. هذه اول شيء راح تستفيد منه، نظامك معلق، نظامك راح يكون سريع، ما في فيروسات ولا خرب، والويندوز ما راح يضر لينكس. اتحداه ما يقدر خلاص. الشيء الثاني انه خلاص تركب لينكس مع ويندوز، يكون ويندوز داخل لينكس، تستفيد من اكثر البرامج، واكثر البرامج تشتغل يعني بشكل طبيعي عادي جدا. راح نتكلم عن الطريقة. اول شيء، من وين احصل البرنامج هذا؟ ادخل على مثل ما انت شايف HTTP، هذا HTTPS. بس خلنا نقرب شوي الشاشة. هذا هو، هذا الموقع. تمام، حمل حسب التوزيع المناسب لك، ابونتو وبناته، يعني ابونتو منت اكس ابونتو اللي تبي، اختر الرقم اللي يعجب من هنا ونزل. هذا الديبيان، هذا الاوبن سوز، جرب. لكن غالبيا الاكثر منكم راح يكون مستخدم الابونتو وبناته، طيب، او الديبيان. اوكي، بعد ما نزل شو اسوي؟ ثبت البرنامج بشكل طبيعي. طريقة تركيب البرنامج، بس دبل كليك عليه وبعدين اضغط على الستور، راح يطلع منك الرقم السري ونزله. وبعدين راح تحصل البرنامج مع سيستم، هذا اسمه اوراكل. لاحظ عندي هنا فيه نظامين، فيه نظام اكس بي، فيه نظام لينكس تيست، حيث نستخدمه لل طيب ما عندي مشكلة، وبهنا وقت فلسفة. اللي تبي تسويه انت انك راح تضغط على نيو نيكست، تختار اسم نظام التشغيل، اكتب اي اسم مثلا ماي ويندوز، ليش مسمينه ويندوز درايش. طيب نيكست. هنا تختار حجم الرام، وهنا نقطة مهمة، لا يتعدى الرام اكبر من نصف الرام اللي عندك. اذا انت عندك رام 4 جيجا، لا يتعدى 2 جيجا او 1 جيجا ونص. عموما ويندوز يمشي على 512 بالراحة، اتكلم عن ويندوز اكس بي، ما ادري عن فيستا او 7. اوكي، خلنا نخلي 512. نيكست، كرييت نيو هارد ديسك. طبعا هذه الخطوه متقدمه بالنسبه لي انا استخدمه. ليش؟ ان انا عندي ويندوز مثل ما انتم شايفين، ملف ويندوز استخدمه بحيث اني اقدر انقل ملف الويندوز هذا معي باي مكان. طبعا حجمه كبير شوي، حوالي 19 جيجا، تمام، لكن انقله معي بفلاش ميموري اشغله باي مكان يكون في فيرتشوال بوكس لو حبيت. دخلوا كرييت نيو بحيث انك اول مره تركبه. نيكست، برضو نيكست، لا تعدل شيء، برضو نيكست. هذا اسم القرص، كم حجمه؟ خلونا نعطيه 10 جيجا، شوي على ويندوز بالمناسبه، اعطوا 20 جيجا. نيكست، كرييت. اوكي كرييت، كذا هذا ماي ويندوز. روح السيتنجز. ليش نروح السيتنجز؟ راح نتعلم شلون نسوي اقلاع من الاسطوانه. روح ستوريج، هذا امتي، اضغط عليه واختر من هنا، عفوا من هنا اختر اول هوست درايف يطلع عندك، او الثاني حسب. انا عندي اثنين مثلا، راح اختار الاول. بعدين بحط الاسطوانه حقت الاكس بي او حقت الويندوز، واضغط اوكي واشغل. وانا ما نزلت الاسطوانه، تمام. طبعا اول ما شغل غطي في 12، راح يخير من هنا يقول لك انت تبي فلوبي ديسك مثل ما انتم شايفين. طبعا ما اقدر احط الماوس فوقه، خلينا نشوف الا اقدر. فلوبي ديسك او سي دي روم او لان، اللي عن طريق الشبكه. عند اختار سي دي روم، اضغط سي. طبعا انا ما عندي الى الان، ما نزلت الاسطوانه. في اسطوانه يمكن لينكس، نعم في اسطوانه ابونتو ستوديو، لكن بهالطريقه انت راح تكمل خطواتك مع الويندوز، وركب الويندوز يعني بشكل عادي جدا. اي مشاكل تواجهك انا موجود،
السلام عليكم، انتهيت. شكرا للي سووا سبسكرايب واللي سووا اعجاب بالفيديو اللي قبل، وشكرا للي بيسوون لانك انت بتسوون الحين صح. يلا اخرج، يلا مع السلامه.